جاءوك استغفروا الله، جاءوك هذا يوم كان حي. وأما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فالرجوع إلى الرسول هو الرجوع إلى سنته، كأن الرسول موجود بيننا، ما دامت سنته الصحيحة موجودة فالرسول موجود عليه الصلاة والسلام، هذا كلامه عليه الصلاة والسلام، هذا حكمه، كأنه عليه الصلاة والسلام موجود بيننا. ولهذا قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنته. قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.